الزواج قبل سن 18 هو انتهاك لحقوق الإنسان، وقد يؤدي زواج الأطفال إلى مشاكل صحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، فهن أكثر عرضة للعنف المنزلي ويقلل احتمال بقائهن في المدرسة. وبحسب يو إن وومن، فإن 24 من القاصرات المتزوجات تعرضن للعنف المنزلي. وحيث أعلنت الأمم المتحدة أوتشا أن ما يقارب 1800 حالة إجهاض شهرياً في شمال غرب سوريا، و50% منهن قاصرات قد تكون سبباً لوفاتهن. التسرب من التعليم هو سبب أساسي لتعرض الأطفال للتزويج المبكر، حيث تصل نسبة تسرب الفتيات من مقاعد الدراسة في مناطق شمال غرب سوريا إلى 42% من عدد الفتيات بالتعليم. من أسباب ظاهرة زواج الأطفال: الفقر، العادات والتقاليد، نقص الفرص التعليمية، عدم المساواة بين الجنسين، الصراعات والحروب والهجرة، محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. من مخاطر زواج الأطفال: ترك التعليم، الانفصال عن الأسرة، مخاطر الحمل المبكر والولادة والوفاة، العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي. مصيرها بين أيديكم، طفولتها ليست عبئا عليكم.